اعتبر ان صعود الاخوان للمشهد مره اخرى جاء نتيجه التوظيف السياسي، لان نظام الرئيس السادات ونظام الرئيس مبارك وظفوا الاخوان سياسيا. ما يحدث الان هو النظام الحالي بيرفض وضع الاخوان في اي معادله من معادلات، يعني سواء المعادله السياسيه او الاجتماعيه او الدعويه. وده واضح جدا من خلال طبعا موقف الحالي تجاه جماعه الاخوان وتجاه العنف، سواء العنف الفكري او العنف المسلح اللي الجماعه طول الوقت بتحاول انها تمارسه على المجتمع. طبعا يعني النظام الحالي فعليا عنده اراده حقيقيه في مساله الوعي تجاه يعني مخاطر الاسلام السياسي وجماعات الجماعات الاصوليه بشكل عام. لكن احنا قدام واقع مختلف. ليه؟ التوعيه يعني هي ما كانتش موجودة قبل كده، ما كانتش موجودة وليها مراحل. هي عمليات ديناميكية لازم تبقى مستمرة. صحيح. يعني وفي نفس التوقيت لازم عندك تعارية كل هذه التنظيمات. صحيح. يعني يبقى في فتح لكل تاريخها الإجرامي والسياسي. صحيح. وفي نفس التوقيت يبقى في توعية هذه التوعية يعني بمخاطر هذه الجماعات وأهدافها الغير مشروعة. ثم التحصين، والتحصين هنا لازم تطرح البديل، لازم يبقى في معلمة. طب خلينا يا عمرو في جزئية مهمة واحنا بنتكلم مع بعض. انت عايز تفهمني ان انت اخوك الصغير او ان انا ابني او بنتي او اخو احمد او اما شافوا مشاهد دي ابسط يعني فيما هو ابشع من اللي احنا بنشوفه ده، هل ده مش موجود في الذاكرة وفي لحظة ما لما تتم استدعائه؟ ما انت خلاص احنا بنعيش اليوم بيومه كويس، لكن في لحظة ما لما بتحصل حاجة بتلاقي الذاكرة على طول بتستحضر مشاهد احنا شفناها. ده احنا شفنا وسمعنا ويعني احنا كنا عايشين، مش حد حكى لنا. ما هو انت قدام طيارات هي في الاساس وظيفية، يعني بيتم استخدامها. ربما يكون الدور الاساسي لهذه الجماعات الان لم يعد هو الدور الاساسي، يعني هي الجماعة دلوقتي مش هتكون في المشهد او في الصفوف الاولى للتوظيف السياسي على مستوى المنطقة العربية. ربما تراجع هذا المستوى او هذه الدرجة، يعني احنا امام، انا بقول كده ان الدور الوظيفي لجماعة الاخوان تراجع. لكن المشروع لم يسقط، وهي دي الاشكالية الكبرى. صحيح. بمعنى ذلك هو بيستخدم كل الادوات المتاحة ل بيسموها تكتيكات العودة. وتكتيكات العودة هنا اختلفت. طبعا انا عندي زي ما بقول كده في باك جراوند عندنا شفناه مشاهد حية. مشاهد الحية. مشاهد الحية انا بتصور